شاب لم يتجاوز الأربعين من عمره وبات نجماً يتابعه الجمهور من القارات الخمس، مضيف تلفزيوني، ممثل كوميدي، معلق سياسي ساخر، مؤلف ومنتج، وراع للمواهب الشابة. هي مسيرة حافلة بطلها تريفر نوا، مقدم المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير The Daily Show. فما قصته؟ ولد تريفر نوا عام 1984 لأب من أصل سويسري وأم إفريقية، ولسوء الحظ فقد كانت العلاقات بين الأعراق آنذاك غير قانونية، ما يسمح للسلطات بانتزاع الأطفال من أبائهم، فاضطر والداه أحياناً لإخفائه عن الأنظار. وفي واحدة من المرات اضطرت عائلته للقفز من حافلة متحركة لأن السائق كان يهدد بقتلهم. عندما كان مراهقاً قضى 7 أيام بالسجن ظلماً بتهمة سرقة سيارة، كما كاد أن يفقد والدته بسبب تعرضها لمحاولة قتل نجت منها بأعجوبة. لكن ومع تغير الأنظمة تمكن نوا من الانخراط في الحياة الطبيعية وارتياد المدرسة، لكن طموحه جعله يركز جهده على تعلم اللغة الإنجليزية التي كانت مفتاحه للوصول إلى جمهور الغرب لاحقاً. شغف نوا بالترفيه فأصبح يصنع الاستعراضات الكوميدية في حيه وفي النوادي الليلية، وهو ما ساعده لاقتحام عالم الإعلام. في عام 2002 كان لنوا ظهور متواضع في المسلسل الجنوب إفريقي إيزي دينغو، ثم قدم عرضاً تعليمياً على قناة تلفزيونية عائلية قبل أن ينطلق ببرنامجه الإذاعي الخاص. في عام 2009 ظهر في أول عرض كوميدي منفرد له، وهو The Day Walker. واصل نوا جولات عروضه الكوميدية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط التي كانت ناجحة للغاية، لكنه ظل أقل شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى انتقل إليها عام 2011. هناك انضم إلى برنامج The Daily Show الذي يقدمه جون ستيوارت، ثم أصبح هو مقدم البرنامج. أثناء ذلك واصل نوا أعماله الكوميدية ومن أبرزها تريفر نوا Afraid of the Dark، Lost in Translation، وتريفر نوا Son of Patricia، كما أطلق بودكاست في الفكر الآخر On Second Thought في عام 2019. حصل خلال مسيرته على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة إيمي أند بيبودي وجائزة MTV أفريكا لشخصية العام 2015. توج هذه النجاحات بتأسيس شركة إنتاج دولية، كما أنشأ مؤسسة تريفر نوا فاونديشن بجوهانسبرغ لتنمية الشباب، وأرخ مسيرته في كتاب بورن أكرايم، قصص من جنوب إفريقيا. كذلك كانت حكايته موضوعاً لفيلم وثائقي حاز على جائزة You Laugh But It Is True. بلغت ثروة نوا في أكتوبر عام 2022 نحو 100 مليون دولار. ورغم أنه أعلن ترك برنامجه مؤخراً، لكن ذلك لم يمنع أنه كان وسيبقى واحداً من أكثر الشخصيات الملهمة في بلده، التي أدخلت البهجة لقلوب الجماهير في كل مكان.